بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. النهارده معدنا مع فيديو جديد هنتكلم فيه عن قصه زواج قطر الندى. قطر الندى اسمها اسماء، وهي بنت خماروي ابن احمد ابن طولون، وده اللي حكم مصر في الفتره من 250 ل 282 هجريه. اسماء او قطر الندى احبت قائد جيوش مصر كان اسمه ابو عبد الله ابن سعد، واتخطبت له بالفعل، ولكن صراعات السلطة ونزواتها بين قصر الخلافة العباسي في بغداد وقصر حكم الطولونيين في مصر وخصوصا في مدينة القطائع، خلت أسماء أو قطر الندى هتتجوز من الخليفة العباسي المعتضد اللي بيفوق في العمر سن والدها. بتبدأ قصة قطر الندى لما الخليفة الموفق الخليفة العباسي بيبعت رجال لمصر عشان يستطلعوا أخبار مصر والعاصمة، فعادوا إليه بما أثار غضبه على خماروي حاكم مصر ابن أحمد ابن طولون ونظام حكمه. قالوا له ده عاصي، ده مش بيرسل الخراج المتفق عليه. خماروي بيرسل تلت ما كان يرسله والده أحمد ابن طولون ومن غير إبداء أسباب واضحة، رغم وجود ما لا يقل عن 100,000 دينار في بيت مال المصريين وقدر كبير من الجواهر الثمينة والخيل والإبل وكمان البغال اللي بيتعدى أثمنها قيمة الذهب. بعد الأخبار دي حرض المعتضد بالله ابن الخليفة الموفق أبوه وقال له لازم ترسل جيش يدخل مصر عشان يضمها لملكه، لكن الموفق رفض الأمر تماما. وعقب وفاة الموفق مباشرة تولى ابنه لمقاليد الخلافة، وقرر المعتضد بالله وفي أول مهامه اللي باين كانت مهمة مسيطرة على عقله ومؤجلة تحت ضغط رفض الأب، أن يجيش الجيوش عشان يزحف بها على مصر. فأعد خماروي جنوده، وعلى رأس الجنود دي خطيب بنته قطر الندى، وقال له هنتم الجواز وهنعقد القران بس عقب النصر. وبالفعل كانت الهزيمة الساحقة المحقة للخليفة المعتضد، وقع جيشه كاملا في الأسر. خماروي أمر بحسن معاملة الخليفة بما يليق بمكانته، ووعده أنه هيزود خراج مصر. أقر الخليفة العباسي المعتضد بالله حكم خماروي ابن أحمد ابن طولون على ولاية البلاد. البلاد دي كانت ممتدة منين؟ من العراق شرقا وبركة في ليبيا غربا لمدة 30 سنة له ولولاده، وده بيبدأ من سنة 892 ميلادي. كان من أثر التقدير والتعامل الحسن سياسة حسن التفاهم اللي حدثت بين الحاكم مصر والخليفة العباسي. خماروي عرض زواج بنته أسماء اللي بيتقال عليها قطر الندى من ابن الخليفة العباسي، فقبل الخليفة العباسي اللي هو المعتضد العرض، لكن إن يكون الزواج لنفسه بدلا من ابنه. معنى هذا الزواج إن خماروي ابن أحمد ابن طولون هيصبح ند بند مكافئ للخليفة العباسي المعتضد بالله، وده بعد ما يجوز له بنته ويكون صهر ليه. مصر كان عندها اقتصاد قوي ومزدهر أيام خماروي، وكان عندها بيت مال عامر بالفلوس، كان ده باب أن يمد خماروي أواصر الثقة والمودة مع الخليفة العباسي، فعمل على بذل الأموال الطائلة في تجهيز بنته إلى الخليفة، وغالى للغاية في إعداد جهاز العروسة لحد تكلفته أضعاف المهر اللي دفعه الخليفة المعتضد، وبأرقام ومحتويات مبالغ فيها جداً. وده الأمر اللي خلى خماروي نفسه وأسرته وبيت مال مصر نفسه أدى بهم إلى الإفلاس والخواء. المؤرخين نفسهم بيقولوا إن قصة زواج قطر الندى والمعتضد قصد بيها المعتضد إفكار خماروي تمهيدا للقضاء عليه. كان جهاز قطر الندى مبالغ فيه بشكل لا يوصف وفقا لما أوردته الكتب وقصه المؤرخون، حيث تضمن جهاز قطر الندى دكة من 4 قطع من الذهب، عليها قبة من الذهب مشبوك في كل عين من تشابكها حلق متعلق فيه حبة من الجواهر القيمة اللي بيصعب تحديد قيمتها الفعلية، بالإضافة لدكة تانية من الذهب تضع عليها قدميها كلما دخلت إلى حجرتها، وميت هون من الذهب، وألف مبخرة من الذهب، ومئات الصناديق المحتوية على الملابس والأقراط والسلاسل الذهبية وفصوص الأحجار الكريمة. كان كمان من بين ملابسها الداخلية 1000 تكة تمن الواحدة منها 10 دنانير، وده اللي خلى تقدير تكلفة الجهاز وصل لمليون دينار من الذهب. كان مهر قطر الندى اللي دفعه الخليفة العباسي 1,000,000 درهم بس من الفضة، وده اللي ساعد على إفلاس خزانة مصر اللي كانت عامرة قبل هذا الزواج. خماروي ما اكتفاش بكده وبس، لأ ده أمر خماروي جنوده ببناء قصر لها على رأس كل مرحلة من مراحل المسافة بين مصر وبغداد
تقيم فيه ساعات للراحة وأمد تلك القصور بكل ما تحتاج إليه، حتى صارت في سفرها إلى دار الخلافة العباسية متمتعة بكل وسائل الراحة والرفاهية. قطر الندى هتسافر في نهاية عام 281 هجرية، يعني 894 ميلادية. راح في طريقها لبغداد في مطلع الشمس، وجلست فيها ودجها بين الحاشية كأنها في قصر الإمارة، وكان معاها في الموكب بتاعها أم أسيا، ودي وصفتها بتقص عليها الطرائف والنكت عشان تدخل على قلبها السرور. كان معاها عمها خزرج ابن أحمد ابن طولون وعمتها العباسية، وكمان أبو عبد الله ابن الجصاص، وده اللي تولى أمر جهازها، إلى جانب بعض الأمراء وكبار رجال الجيش على جيات شكلها حلو ورشيق انتشرت على طول الطريق للموكب. الموسيقى كانت بتعزف أنغام شجية، وجمهور الشعب على جانبي الطريق بيهتف هتافات مدوية بحياة عروسة مصر قطر الندى، تحية للبيت الطولوني وجدها أحمد بن طولون اللي رفع اسم مصر بين الأمم. كان الموكب بيستقر بالعروس وأصحابها في تلك القصور اللي أقامها لها أبوها بين القطائع في عاصمة الطولونيين في مصر وبغداد عاصمة الدولة العباسية في العراق. بتصل العروسة والموكب بتاعها لشاطئ بغداد في أول مارس سنة 895 ميلادية، في الأول من محرم سنة 282 هجرية، وبتشهد بغداد أيام كلها حب وسرور، وصارت السفن بتمخر عبائب نهر دجلة وعليها الوصيفات والجوارب يحملن الشمع، الآلاف من الشموع والمشاعل لاستقبال قطر الندى. بغداد بتشوف احتفالات لم تراها قط عبر تاريخها. خدت بالك من اللي صرف خمار وي على جهاز بنت قطر الندى؟ كل ده وادالها كمان 100,000 دينار عشان تشتري من العراق كل ما تحتاج اليه مما يتعذر وجوده في مصر، وكمان كافئ الجصاص اللي كان مهتم باعداد الجهاز جايزة قدرها 400,000 دينار. ده كان الزواج الأسطوري اللي تسبب في إفلاس مصر. قصة الزواج الأسطوري لقطر الندى ونهايته المأساوية، الزفاف الأسطوري ده والفرح ده دخل التاريخ لأنه دلالة على السفه في فترة من فترات التاريخ الإسلامي. الخليفة المعتضد كان بيحب عروسه جدا جدا، وكان فرحان بيها فرح منقطع النظير، كان بيحبها حب شديد لجمال صورتها ووفرة أدبها. كان سنها ساعتها لما دخل بها حوالي 12 سنة. لا شك ان خمار وي كان بيخطط بهذا الزواج لمشروعات سياسيه واسعه، يعني ما كانش عشان سداد ديون ولا انقاذ لهزيمه. عاشت الاميره قطر الندى بضعه اعوام ثم رحلت عن عمر 22 سنه، دفنت داخل قصر الرصافه ببغداد. بتموت يوم 7 رجب سنه 287 هجريه، يعني 900 ميلاديه. وده كان فيديو النهاردة عن أشهر اللائي لقبنا بقطر الندى في تاريخ مصر، وهي أسماء بنت خمارة وي. يا رب تكونوا استفدتوا وعرفتوا منه معلومة، ودايما وأبدا دمتم بخير.